جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما صحة هذا الحديث؟ صوتان ملعونان، رنة عند مصيبة ومزمار عند نعمة، وهل المقصود بالمزمار، هل المقصود بالمزمار هنا هي الزغاريد؟ وما حكمها؟ حيث أن كثيرا من النساء يكثرن من الزغاريد في أفراحهم. نعم، الحديث فيما أعلم أنه لا بأس به، وأنها هذين الصوتين ممقوتان، صوت عند المصيبة وهو النياحة والعياذ بالله، وصوت عند النعمة وهو صوت الأغاني وآلات اللهو، وهذا أيضا ما محرم لأنه يدل على كفران شكر النعمة، ويدل على الأشر والبطر، والواجب على من أنعم الله عليه أن يشكر الله عز وجل ولا يقابل هذه النعمة بالمعصية. وأما الزغاريد فهي من الأمور التي اعتادها بعض النساء، فلا تجوز لأنها تظهر صوت المرأة ويسمعها الرجال. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن هل هي المقصودة أو هي مقصودة مع غيرها شخص؟ لا، هي محدثة ما كانت معروفة، ولكنها ممنوعة من ناحية أن صوت المرأة قد يسمعه الرجال. نعم.